اليوم الكتلة الديمقراطية قدمت شكاية جزائية في خصوص جريمة إرهابية متعلقة بالنائب محمد العفاف، وذلك على خلفية ارتكابه لجريمتين في الجامع الكبير بصفاقس، ودعوة الشباب إلى الجهاد في سوريا، واعتبر أن الجهاد في الشام خاصة من أبناء تونس هو شرف، كما قام كذلك بخطبة في الجامع الكبير كذلك فيما يتعلق بقطع أيادي الأمني، وهذا ما هو موثق داخل قرص ليزري ومعاينة قدمناها عن طريق عدل تنفيذ.